موفقين شجبرتكم دوم الله موفقين. ما عيش من لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلم تيار المستقبل. نحييكم انها 7:30 مساء بتوقيت بيروت، اهلا وسهلا بكم الى المسائيه. نبداها بالعناوين مع رشا الخطيب. مساء الخير. الى العناوين: عوده النازحين الى سوريا ليست في يد الدوله اللبنانيه. بعد جلسه مجلس الوزراء النازحون السوريون واليات عودتهم في سجالات ناريه. الجراح يرد على السفير السوري: عودة النازحين تتحقق عبر آليات دولية ولبنان لن يتحول إلى مخبر أمني لنظام الأسد. الأزمة الخليجية القطرية المصرية في دائرة المراوحة والأمم المتحدة قلقة من استمرارها. يلي رح يكون هين هو تقابل مندوب بلون بانك عبر الفيديو تشات. بلون بانك ليما معك، كيف نساعدك؟ بس يلي ما رح يكون هين تقنع ابنك يلعب مطرح تاني. يلي ما رح يكون هين تعرف تنقل قوي. هاي ساعة بيفتحوا الفروعة. يعلى صوتك على صوت التي في. صوت شوي. هاي ساعة بيفتحوا. لا ولا يهمك، خد وقتك استاذ. اليوم بلون بانك بتقدم لك فيديو تشات، فيك تقابل فيها اي مندوب ساعة اللي بدك، مطرح ما بدك وكيف ما بدك. اي بلون، تكنولوجيا بتسهل لك حياتك. آليات معالجة قضية النازحين السوريين تنتظر ما ستؤول إليه الاتصالات واللقاءات بين رئاستي الجمهورية والحكومة، في وقت برز اليوم رد وزير الاتصالات جمال الجراح على سفير نظام الأسد في لبنان، مؤكدا أن عودة النازحين تتحقق من خلال آليات دولية، على النظام السوري أن يتجاوب معها. لفت الجراح إلى أن سفير الأسد يتعامل مع النازحين باعتبارهم من جنسيات مختلفة، بل هو يتعامل معهم بصفتهم مطلوبين للمخابرات السورية، وهي مهمة لن يقوم بها لبنان ولن تتولاها حكومة على رأسها الرئيس سعد الحريري، مؤكدا أن إطلالة السفير السوري على اللبنانيين والحكومة اللبنانية صورة طبق الأصل عن أساليب زمن الوصاية، كما رأى أن كلام سفير الأسد سبب موجب إضافي لإغلاق كل الأبواب في وجه الدعوات القائمة لفتح حوار مع النظام السوري. وهذه الدعوات أحدثت نقاشات حادة داخل جلسة مجلس الوزراء، وقد أعاد المطالبة بها اليوم حزب الله في بيان لكتلته النيابية، معتبرا أن التفاهم المباشر مع الحكومة السورية من شأنه تسريع الخطوات وتوفير الكثير من الوقت والجهد في موضوع النازحين. وفي ظل هذه المسألة الخلافية، ما تزال التحقيقات التي يقوم بها الجيش مع الموقوفين من مخيمات عرسال في دائرة الضوء، خصوصا بعد الإعلان عن وفاة 4 منهم. هذا في وقت أعلنت مديرية التوجيهية أنها حولت 19 موقوفا إلى الأمن العام لفقدانهم الأوراق الثبوتية، فيما بدأت بتحويل عدد منهم إلى النيابة العامة. إذن ملف عودة النازحين السوريين والجهات المخولة التفاوض بهذا الشأن محط سجالات داخلية. تقرير شهير إدريس. لا يغيب ملف النزوح السوري وتداعياته عن مجمل مشاورات المسؤولين اللبنانيين نظرا لتأثيراته في الوضع الداخلي، إلا أنه قفز مجددا إلى الواجهة عقب عمليات الدهم التي قام بها الجيش اللبناني في مخيمات عرسال ليحط على طاولة مجلس الوزراء التي شهدت مواقف متناقضة للقوى السياسية من هذه المسألة الحساسة، وصولا إلى طلب حزب الله من الحكومة التنسيق مع النظام السوري لإعادة النازحين. أزمت يعني النزوح الآن تأتي في وقت حرج، في الوقت الذي قام الجيش فيه بعملية على مخيمين في أرسال. نحن يجب أن نسأل أولا، وجود هؤلاء في منطقة أرسال تسبب به فريق لبناني قام بالهجوم على القلمون وطردهم من منازلهم، أو هم هربوا خوفا من أن يصبحوا رهينة لدى النظام ولدى هذا الفريق. لذلك يعني يجب إزالة الأسباب.
منازلهم قريبة يمكنهم هم العودة دون أن تتدخل السلطة اللبنانية ما توفرت الظروف الأمنية اللازمة لرجوعهم إلى قراهم في القلمون. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري كان أول الرافضين لمسألة التفاوض، إضافة إلى وزراء القوات والوزير مروان حمادي، مقابل المؤيدين من وزراء حزب الله وأمل والتيار الوطني الحر والمردة والوزير طلال إرسلان. كما حصل نقاش حاد بين الوزيرين ميشيل فرعون وعلي قانصو، الذي قال لا حوار مع الحكومة السورية يعني لا عودة للنازحين، مما استفز فرعون الذي اعتبر أن لهجته غير لائقة وأن هذا الأمر مرفوض وبمثابة تهديد. هنا حاول رئيس الجمهورية احتواء الموقف بعدما حذر من تحول مخيمات النازحين إلى بيئة حاضنة للإرهابيين. أما الرئيس الحريري فأوضح أن مسألة التحاور مع النظام السوري من المواضيع الخلافية، لذلك سنضع هذه القضية جانبا، وقال نحن نريد عودة النازحين السوريين إلى بلادهم اليوم قبل الغد، لكن نعتبر أن ذلك من مسؤولية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التابعة لها والتي عليها أن تضع خطة آمنة لعودتهم. عودة النازحين إلى سوريا ليست في يد الدولة اللبنانية بالواقع، هناك أسباب لنزوحهم وهذه الأسباب ما زالت قائمة يعني، ولا يمكن للمجتمع الدولي أو للمجتمع العربي للدول العربية مجتمعة يعني أن تقبل بهذا الموضوع أن ينفرد لبنان ويعيدهم قسرا إلى أحضان النظام الذي أصلا قتلهم وهجرهم ودمر بيوتهم إلى آخره. يعني إذا كان هناك من مسؤولية فالمسؤولية تعود للدولة اللبنانية وأجهزتها وقواها المسلحة أن تحمي هذه المخيمات، وإذا كانت الحماية غير ممكنة لمنع الاختراقات في المناطق الموجودة في هذه المخيمات قرب الحدود في منطقة أرسال، فيجب نزع هذه المخيمات ونقلها إلى أمكنة أبعد من ذلك عن الحدود لمنع بالواقع التسلل إليها من قبل عناصر تفتش عن إقامة خلايا إرهابية. ملف النازحين السوريين سيكون محور متابعة في المرحلة المقبلة من قبل رئيس الجمهورية والحكومة، اللذين سيكثفان اتصالاتهما مع الأمم المتحدة والدول المعنية من أجل إيجاد حل يضمن عودة آمنة لهم. رد الوزير جمال الجراح على كلام السفير النظام السوري في لبنان والذي أعلن باسم حكومته في حديث لصحيفة الأخبار رفض الوساطة مع الحكومة اللبنانية بشأن عودة النازحين. فأشار الجراح إلى أن لبنان لن يقبل في الأساس بأن يتحول إلى مخبر أمني لنظام الأسد، لافتا إلى أن عودة النازحين تتحقق عبر آليات دولية. أكد وزير الاتصالات جمال الجراح أن الأسلوب الذي أطل به السفير السوري على اللبنانيين والحكومة اللبنانية صورة طبق الأصل عن أساليب زمن الوصاية الذي صار من بقايا مرحلة لا مجال للعودة إليها تحت أي ظرف من الظروف. وقال جراح إن كلام السفير سبب موجب وإضافي لإغلاق كل الأبواب في وجه الدعوات القائمة لفتح حوار مع النظام السوري، وهو كلام يطلب صراحة من الدولة اللبنانية أن تتحول إلى مخبر أمني عند النظام وتقوم بتسليم عناصر المعارضة السورية وتجاوز الأصول والقواعد الإنسانية المعتمدة في هذا الشأن. الجراح شدد على أنه إذا كان السفير السوري يعلن باسم حكومته رفض الوساطة مع الحكومة اللبنانية، فعليه أن يعلم هو وحكومته أن الحكومة اللبنانية لن تكون جسرا يعبر فوقه النظام لتعويم صورته تجاه البعض أو نافذة يتسلل منها للنيل من آلاف المواطنين السوريين الأبرياء. وإذ جزم الجراح أن لبنان يتحمل مسؤولياته في مواجهة الإرهاب وهو لا يحتاج إلى دروس من نظام يتشارك مع التنظيمات الإرهابية في تهجير الشعب السوري وقتله، لفت إلى أن عودة النازحين السوريين تتحقق من خلال آليات دولية على النظام السوري أن يتجاوب معها وألا يتهرب برمي المسؤولية على الآخرين، سائلا ما دام هو ضنينا على أوضاع النازحين ومصيرهم فلماذا لا يفتح النظام السوري الحدود أمامهم ويتخلى عن سياسة الدفع بهم في اتجاه لبنان والدول المحيطة. وختم الجراح بالتأكيد أن سفير بشار الأسد يتعامل مع النازحين باعتبارهم من جنسيات أخرى غير الجنسية السورية، بل هو يتعامل معهم بصفتهم مطلوبين للمخابرات السورية، وهي مهمة لن يقوم بها لبنان ولن تتولاها حكومة على رأسها الرئيس سعد الحريري.
كتلة الوفاء للمقاومة وفي اجتماعها الأسبوعي حيأت الإجراءات الاستباقية التي يقوم بها الجيش اللبناني مجددة موقفها الداعي إلى الحوار مع حكومة الأسد لحل قضية النازحين. التفاهم المباشر مع الحكومة السورية من شأنه تسريع الخطوات واختصار الكثير من الوقت والجهد والنفقات والحؤول دون الاستغلال السياسي والتوظيف الرخيص على حساب معاناة النازحين. طلب وزير الدولة لشؤون حقوق الإنسان أيمن حقير من قيادة الجيش والقضاء المختص فتح تحقيق شفاف في كل ما تم تناوله أخيرا من صور وأخبار حول عملية التوقيف الأخيرة في عرسال وعن الأسباب التي أدت إلى وفاة عدد من الموقوفين. واعتبر في حديث للمركزية أن اتخاذ الحكومة قرارا بالطلب من الجيش التحقيق بظروف وفاة الموقوفين دليل الحرص على الشفافية وتوضيح الأمر أمام الرأي العام. إلى ذلك ذكرت مصادر أمنية في الجيش أن بعض المواقع تداولت فيلما قصيرا يظهر تشجيع عدد من القتلى السوريين في جرود عرسال، وأشارت هذه المواقع إلى أن هؤلاء هم من المتوفين الذين ذكروا في بيان قيادة الجيش منذ يومين. والصحيح أن المتوفين لم يسلموا بعد إلى ذويهم، وأن القتلى الذين تم تشجيعهم هم الانتحاريون الذين فجروا أنفسهم خلال المداهمة في مخيمات عرسال. هذا وتفقد رئيس الأركان اللواء الركن حاتم ملاك العسكريين الجرحى الذين أصيبوا خلال العمليات العسكرية التي نفذها الجيش في منطقة عرسال. وقدم اللواء ملاك بجرأة الجيش في سبيل إنجاح مهمته ودرء الأخطار عن المواطنين والنازحين الأبرياء، حيث أكد أن ما قام به الجيش في المواجهة الأخيرة هو مقدمة للقضاء على الإرهاب. في بيت الوسط بحث رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري مع المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، بحث نشاطات وبرنامج الأمم المتحدة في لبنان بحضور وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشيل فرعون. كان رئيس الحريري ناقش التحضيرات لزيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع السفيرة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، كما بحث أمورا إنمائية تخص مدينة طرابلس والشمال مع المفتي مالك الشعار. الأوضاع العامة بحثها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان إليزابيث ريتشارد، كما تناول اللقاء العلاقات الثنائية والتحضير للزيارة التي سيقوم بها الرئيس الحريري إلى واشنطن نهاية الشهر الحالي. الرئيس الحريري اجتمع أيضا إلى مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه تم عرض الأوضاع العامة الأمنية والاجتماعية إضافة إلى أوضاع الشمال وطرابلس وخصوصا ما له علاقة بالجهات الدينية. وقال الشعار: نقلت إلى دولته بعضا من الإجابات التي كلفنا سابقا بالوقوف عندها، وهي تخص مشاريع إنمائية واقتصادية، ووعد الرئيس الحريري بتلبية ما طلبناه، ونأمل لدولته كل التوفيق وتقديم الخير إلى لبنان عامة وإلى طرابلس بصورة خاصة. إلى ذلك التقى الرئيس الحريري رئيس الجامعة الأنطونية الأب جيرمانوس جيرمانوس وأمين السر العام للجامعة الأب جو أبو جودي في حضور المستشار داود الصايغ. وبعد اللقاء لفت الأب جيرمانوس إلى أن هدف الزيارة هو لشكر الرئيس الحريري على رعايته وحضوره حفلة تخرج طلاب الجامعة يوم السبت الماضي وإلقائه كلمة هامة في المناسبة. كما التقى الرئيس الحريري مفتي عكار السابق الشيخ أسامة الرفاعي. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون استمرار العمل لتعزيز الاقتصاد اللبناني في مواجهة انعكاسات تراكم الأزمات الإقليمية والدولية. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون استمرار العمل لتعزيز الاقتصاد اللبناني لمواجهة انعكاسات تراكم الأزمات الإقليمية والدولية. وأمام وفد من جمعية المصارف المنتخب حديثا برئاسة جوزيف طرابي، لفت الرئيس عون إلى التحسن الذي طرأ على ميزان المدفوعات خلال الأشهر الستة الماضية، ما يمكن أن يرفع نسبة النمو وفق تقديرات البنك الدولي. وشدد رئيس الجمهورية على أننا لازلنا نعاني من تداعيات تراكم الأزمات، من الأزمة الاقتصادية العالمية إلى الحرب في سوريا التي أثرت على الوضع الاقتصادي اللبناني وجعلت النشاط الاقتصادي المحلي يتم بأكلاف كبيرة، إضافة إلى أزمة النازحين مع كامل أعباء تحملها. وأمل الرئيس عون في أن نتمكن قريبا من الخروج من انعكاسات هذه الأزمات وذيولها وإحراز تقدم مشجع في نسبة النمو.
طرابي أوضح أن القطاع المصرفي حليف وشريك استراتيجي للدولة اللبنانية، وركز على الميزات التي يتمتع بها لبنان لا سيما في مجال التنافسية نظرا لوجود مبادئ وقوانين توفر مقومات النجاح، وأعرب عن أمله في أن يتحقق في عهد الرئيس عون تقدم في الملف الاقتصادي بعد النجاحات التي تحققت نتيجة تحسن المناخين الأمني والسياسي، وأعلن عن تحسن إيجابي في ميزان المدفوعات مطمئنا إلى أن كل المعطيات تشير إلى أن المسيرة هي نحو التقدم والإيجابية. وفي إطار تعزيز حضور المؤسسات والشركات الدولية في لبنان ومساهمتها في الاستثمار في المشاريع التنموية، استقبل الرئيس عون وفدا من مجموعة بولوري الفرنسية الرائدة في مجال المواصلات والنقل والتواصلات والكهرباء، الذي أعرب عن رغبة المجموعة في الاستثمار في لبنان في المجالات التي تتولاها لا سيما في قطاع النقل البحري والاتصالات، وذلك بهدف تعزيز التعاون اللبناني الفرنسي في المجال الاقتصادي والاستفادة من الفرص التي يوفرها لبنان في مجال الاستثمار. واعتبر رئيس الجمهورية أن رغبة مجموعة بولوري بالاستثمار في لبنان دليل ثقة بمستقبل هذا البلد وبالقطاع الاقتصادي وما يقدمه من فرص. عرض وزير الاتصالات جمال الجراح لإنجازات وزارته وخطة عملها المقبلة، وفي مقدمتها ملف الفايبر أوبتكس. تقرير مها ظاهر. بمثابة جردة لإنجازات الوزارة في الفترة الماضية مع تسلمه وزارة الاتصالات، إضافة إلى خطة عمل المرحلة المقبلة، عرضها الوزير جمال الجراح خلال ندوة حوارية دعا إليها نادي الصحافة برئاسة بسام أبو زيد. الوزير الجراح عرض لأهمية القطاع كدعامة أساسية للاقتصاد، لكن في المقابل لرفاهية المواطن. من هنا قال الجراح: أتت خطة تخفيض الأسعار وزيادة سرعة الإنترنت، لافتا إلى أن الفايبر أوبتيك هو الحل المثالي للإنترنت والاتصالات على السواء. الشبكات القديمة وضع أكثر من سيء، شبكة لا يمكن يوصلك إنترنت ولا يمكن يكون عندك اتصالات على هيك شبكة. طبعا فتنا على مشروع هلا ابتداء من السبت إن شاء الله، طبعا الورش بلشت قبل بس من السبت في حملة طموحة خليني أقول لإصلاح وصيانة الشبكات القديمة حتى نقدر نقول عنا شبكة بالحد الأدنى بعد تنزيل الأسعار قادرة توصل الدي اس ال أو الإنترنت للمواطنين. الجراح عرض لمشكلة الطلب المتزايد على الخطوط الأرضية في ظل تقصير في عمليات الصيانة والورش. عنا بالوزارة 100,000 طلب خط أرضي، عملنا دراستنا، لزمنا سنترالاتنا الجديدة اللي هي على أحدث تكنولوجي IMS، زدنا سعة 200,000 خط، بصير عندنا 1,200,000 خط فورا بس نبلش بالتنفيذ. عملنا عقد على 300,000 خط إضافيين فوق 200,000 بشكل نوصل للمليون ونص خط بالمستقبل، بمعنى حاجة لبنان لل 2040. في موضوع الخلوي قال الجراح إن لبنان خسر على مدى 3 سنوات خدمة الفورجي من دون أسباب مقنعة. احنا كان عندنا شبكة فايبر أوبتكس كانت خالصة من 3 سنين، صلى 3 سنين منجزة، مكلفة الدولة 62 مليون دولار ونص واقفة، لا بيستلموها ولا بيشغلوها ولا بيستعملوها ولا تحت شعارات يعني وأسباب برأيي كتير واهية. خلصناها واستلمناها وهلأ عم نطلع 4G عليها، وهلأ كل سنترالياتنا بلبنان مربوطة مع بعضها على هاي الشبكة. هلأ صرنا عم نطلع 85% من الأراضي اللبنانية على 4G، آخر 7 منزيد لل 95% من الأراضي اللبنانية. الجراح قال أن كل ما نقوم به هو لتطوير القطاع بعد سنوات من تدميره. صح، ما كان في إرادة بتطوير قطاع الاتصالات، وأحكيك بكل صراحة وكل شفافية، كان حبس هذا القطاع، تدمير هذا القطاع تكون واضح معك أكثر، كان لمصلحة الإنترنت غير الشرعي. بحكي بكل شفافية وكل مصداقية، هذا القطاع تم تدميره منهجيا لنوصل لوقت أنه بالبلد ما حدا بيشتغل إلا الإنترنت غير الشرعي. اليوم دكتور عبد المنعم ابدا منه محسوب على الفريق السياسي اللي انا حضرتي بنتمي له، بدليل انا وزير تيار المستقبل، انا اللي اخذت قرار باقالته.
منه تخلي من تيار المستقبل عن عمان؟ لا مش تخلي، بعمره ما كان تيار مستقبل، لأنه اليوم اللي بده يكون تيار المستقبل بده يشتغل لخدمة الناس. وزير الاتصالات لفت إلى أن تقديمات الخلوي لطلاب الجامعات تأتي في إطار الاستثمار بالشباب، كاشفا عن محاولة إيجاد حل مع الرئيسين عون والحريري للاستثمار في الطاقات اللبنانية في مجال الاتصالات. أصدر قاضي التحقيق في بيروت فادي عنيسة قرارا ظنيا منع فيه المحاكمة عن المدير العام السابق لهيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف وتوفيق شبارو وأربعة آخرين في الدعوى المقامة ضدهم بجرم هدر واختلاس المال العام في ملف جوجل كاش، وذلك لعدم كفاية الدليل وعدم ثبوت الجرم المنسوب إلى يوسف ورفاقه. بعد الفاصل تتابعون. انفجار في حماة والمعارضة تتهم النظام بالوقوف وراءه. والأمم المتحدة مشاهد دمار في الموصل صادمة. نتابع النشرة مع الأخبار العربية والدولية. في تطورات الأزمة الخليجية المصرية مع الدوحة، جددت الدوحة ترحيبها بالحوار دون المساس بسيادتها، فيما الأمم المتحدة قلقة وتؤكد دعمها المبادرة الكويتية. جدد وزير الخارجية القطرية الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني ترحيب بلاده بالحوار، وقال في مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية أن الحصار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي المفروض على قطر يعد عملا عدائيا ويشكل إهانة لأي بلد مستقل وذي سيادة، وأضاف أن المطالب المقدمة إلى قطر فيها اتهامات لها بدعم الإرهاب ومطالب تتعلق بتقييد حرية التعبير وانتهاك القانون الدولي، وأبدى اعتقاده بأن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء هذه الأزمة هي استقلالية دولة قطر. من جهته رأى وزير الدولة الإماراتية لشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الخطوات المقبلة ستزيد من عزلة قطر، وأضاف قرقاش أن مؤتمر القاهرة وضع الدوحة بين خيارين، إما نبذ التطرف والإرهاب أو العزلة. وزير الخارجية الألمانية زيغمار جابرييل اعتبر أن الأزمة الخليجية نزاع جوهري، وقال أن تقدما حصل لحلها، لكنه أكد أن تفاؤله يظل حذرا. ولفت الوزير الألماني إلى أنه لا يوجد خطر للتصعيد العسكري في الأزمة، وقال إن استخبارات بلاده تعمل مع السلطات القطرية لحل الأزمة، مشيرا إلى وجود اتفاق على قيام قطر بالإجابة على أي تساؤلات للمسؤولين الاستخباراتيين الألمان تتعلق بأشخاص أو هيئات معنية. إلى ذلك عبر جيفري فلتمان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية عن قلق الأمم المتحدة من استمرار الأزمة الخليجية، وأكد بعد لقائه في الدوحة وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي دعم المنظمة الدولية للوساطة الكويتية سعيا لحل الأزمة. خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها لتصنيف 9 مصارف قطرية إلى سلبية بعد يوم واحد من تخفيضها للنظرة المستقبلية لقطر إلى سلبية. وبات استمرار أزمة المقاطعة يهدد البنوك القطرية في محاور عدة، منها رفع مخاطر السيولة ومخاطر التعاملات الإقليمية، بجانب الخطر الأكبر المتمثل بأن تقوم وكالات التصنيف الائتماني في نهاية المطاف بتخفيض رتبة تصنيف قطر وبنوكها. حصد تفجير في محطة للحافلات بحماة مدنيين، فيما المعارضة اتهمت النظام السوري بتنفيذه. وفي ريف دمشق انتقمت المعارضة من المعارضة بقصفها بالكلور. ثلاثة قتلى مدنيون وعشرات الجرحى، حصيلة التفجير الذي استهدف مدخل كراجات منطقة مسياف في حماة، حيث لم تتبنى أي جهة الهجوم وسط تضارب الأنباء حول طريقة التنفيذ. إعلام النظام السوري أشار إلى أن انتحاريا فجر نفسه في حين اتهم ناشطون النظام بتدبير هذا الهجوم كون المنطقة محصنة أمنيا. وفي ريف دمشق عاود نظام الأسد استخدام غاز الكلورا سام ضد قوات المعارضة بعد فشله في اقتحام بلدتي عين ترمة وزملكة وحي جوبر بالعاصمة وتكبده خسائر فادحة جراء ذلك. ويأتي هذا الانتقام بعد ساعات من تحذير أطلقته الخارجية الروسية بأن ما سمتهم الإرهابيين يخططون لهجمات كيماوية لتبرير قصف أمريكي يستهدف النظام.
أما شمالا نفذت المعارضة عملية انغماسية على جبهة الملاح بريف حلب، مما أدى إلى مقتل 10 عناصر على الأقل من قوات الأسد. وغير بعيد تشهد مدينة عفرين تحركات عسكرية خوفا من أي هجوم محتمل تنفذه القوات التركية وفصائل المعارضة مدعومة منها. أما سياسيا، اعتبرت الخارجية الفرنسية أنه لا يمكن التوصل إلى حل الأزمة السورية في ظل وجود بشار الأسد، موضحة أن عدم اشتراط باريس ترك الأسد للسلطة لا يعني تراجعها عن قناعتها باستحالة أن يكون له دور في التسوية. في تطورات تحرير الموصل ووسط استمرار المعارك الضارية قرب جامع الموصل الكبير، الأمم المتحدة تصف مشاهد الدمار في أحياء المدينة بالصادمة. تواصل القوات العراقية تقدمها لإساعدة المنطقة الصغيرة بمحاذاة نهر دجلة والتي لا تزال تحت سيطرة داعش، وباتت على مقربة من جامع الموصل الكبير، سابقا كان يسمى جامع صدام، الذي يقع على الساحل الأيسر من نهر دجلة في الموصل. وأشارت مصادر عسكرية إلى أن المقاتلات الحربية قللت من قصفها هذه المواقع لقرب تواجد القوات العراقية من مواقع الإرهابيين. وفي السياق نفسه، أفاد بعض القادة العسكريين بأن تفخيخ المنازل من قبل داعش قد أثر على تقدم القوات في هذه المنطقة، آملين في إعلان تحرير منطقة الموصل القديمة بأقرب وقت ممكن. في المقابل، أعلن الجيش الفرنسي أن مقاتلاته شنت نحو 600 غارة خلال المعركة التي تخوضها القوات العراقية منذ منتصف تشرين الأول لاستعادة مدينة الموصل. وقال المتحدث باسم الجيوش الفرنسية إن المقاتلات شنت منذ بدء مشاركتها في عمليات التحالف الدولي ضد داعش في أيلول من العام 2014 أكثر من 1300 غارة على سوريا والعراق. إنسانيا، وصفت الأمم المتحدة مشاهد الأحياء في الموصل بالصادمة، مؤكدة أن نسبة الدمار التي حلت بالمدينة فاقت كل التوقعات، وبالأخص في الموصل القديمة ومحيطها من المناطق الأكثر كثافة سكانية. وبحسب الأمم المتحدة فإن 6 من أحياء غرب الموصل قد دمرت بالكامل، كما أن أكثر من 11,000 منزل دمر تدميرا تاما. من جهتها، أعلنت المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة في العراق أن ما يصل إلى 20,000 شخص ما زالوا محاصرين في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش في غرب الموصل. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البولندي أندري دودا، أكد أن مدينتي الموصل والرقة ستتحرران قريبا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبحث عن حل سلمي لا يعزز أجندة إيران ولا يسمح بعودة التنظيمات الإرهابية. ترامب كان وصل إلى وارسو في مستهل جولة أوروبية بالغة الأهمية تستمر 4 أيام، ويشارك خلالها في قمة مجموعة 20 في هامبورغ الألمانية، حيث يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين كما هو متوقع. امتدح مرشد إيران علي خامنئي قصف دير الزور بالصواريخ الإيرانية، واصفا هذه الخطوة بعبادة شهر رمضان. وقالت وكالة إيسنا الإيرانية إن اللقاء الذي جمع المرشد خامنئي مع قيادات في الحرس الثوري يعود إلى أسبوعين ماضيين كما قالت. وكانت التقارير الصحفية أكدت أن الهجمات الصاروخية التي شنتها إيران على دير الزور أصابت أهدافا مدنية، الأمر الذي يتناقض مع ادعاءات الحرس الثوري حول استهداف مواقع لتنظيم داعش. نعود إلى أخبارنا المحلية بعد الفاصل. وفيها اللواء خير يتفقد محطة تكرير المياه المبتذلة في زحل، ومحفوظ يتهم أحزاب السلطة بمحاربته. بعد انتهاء المهلة التي أعطاها الرئيس سعد الحريري لتشغيل محطة تكرير المياه المبتذلة بزحل، الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة يتفقد المكان. موفدا من رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، تفقد الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير محطة زحل لتكرير مياه الصرف الصحي. اللواء خير الذي أشرف على عملية تشغيل مولدات الكهرباء لبدء العمل بالمحطة شدد على أن العمل فيها سيكون سريعا، لأن الرئيس الحريري وضع تشغيلها في رأس سلم أولوياته.
متعهد ومهندسين شركة التقرير انه ان شاء الله من هلا لاخر الشهر ماكسيمال لازم يكون الطعم جاهز وادارته تكون جاهزة وان شاء الله بنعمل تحت زحلة بزيت. كانت العائق الكبير اللي كان هن منتظرينه انه محطة كهرباء وتوليد الكهرباء فيها صعوبة كتير، ما كانوا متوقعين مثل ما قال لي رئيس بلدية انه بهالسنة نحن ننفذها دولة الرئيس من خلال هيئة عدلية. بتشكر دولة الرئيس الحريري، مشكور جدا جدا، وسيادة اللواء كمان مشكور. في بعض الامور الصغيرة اللوجستية يعني خط 200 متر بده شغل 4-5 ايام، هذا رح تقوم في بلدية زحلي لننهي الامور. في عنا ستاف عم بيكاملوا مثل ما بتعرفوا، محطة كتير كبيرة هاي، مش مين مكان بدها ناس يكونوا مدربين عليها كل هذا، بس عم يعملوا معهم تعاقد وعم بيعملوا معهم كونتريات. بتصور انا بالقريب العاجل ان شاء الله هلا من هلا يعني ايامات، خلينا نقول ايام عديدة، تكون هالمحطة ماشية. وكان اللواء خير قد استهل جولته في البقاع الاوسط بزيارة زحل وقب الياس، وتناول مع اعضاء البلدتين في الشؤون الانمائية واستمع الى مطالبهم. من دار الفتوى، اعتبر الرئيس ميشيل سليمان الا ضرورة لاستحداث هيئات جديدة للتفاوض حول ملف النازحين السوريين، وقال ان على الامم المتحدة اعطاء اولوية لوجستية وسياسية لعودتهم الى بلادهم. رفض الرئيس ميشيل سليمان استحداث لجان أو هيئات جديدة للتفاوض بين الحكومة اللبنانية أو النظام السوري حول ملف النازحين، مؤكدا أن التنسيق بينهما لم يتوقف. وعقب لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان لتهنئته بعيد الفطر، حذر سليمان من خلق اصطفافات جديدة بالوقت الذي أصبح لبنان محيد عن هذه الصراعات. في أجهزة القوى الأمنية، في المدراء، في جهاز التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري، بعده موجود جهاز ارتباط. إذا ما في لزوم بخلق حالات جديدة، هن لازم يقوموا بدورهم السوريين، نحن مع الأمم المتحدة لازم نضغط لتعطي كمان أولوية لوجستية وسياسية للنازحين الموجودين في لبنان. ما حدا ضحى عند لبنان. وعن وثيقة بعبدة تمنى سليمان لو أنها تطرقت إلى التهديدات الإسرائيلية حتى لا يصادر قرار الدولة. لأنه اللي وصل بعدين والكلام عن استقدام عشرات الألوف إلى لبنان للأسف كأنه وضع الدولة بمكان كأنها هي واجباتها مثل واجبات البلديات أو كأنها اتحاد بلديات. كما اعتبر سليمان أن تسيير عمل المؤسسات هو من مهمة الحكومة وليس وثيقة بعبدة. أعلن نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعم محفوظ ترشح لانتخابات نقابة المعلمين التي ستنظم الأحد. رأى في مؤتمر صحفي نقادة الأحزاب الموالية للحكومة اتخذوا قرارا بالعمل على إسقاطه. أن يقول أحد رؤساء الأحزاب آتوا بأي كان ما عدا نعمي محفوظ رئيسا لنقابة المعلمين وتوافقه الرأي بعض قادة الأحزاب الأخرى، إنه انقضاض على استقلالية نقابة المعلمين، إنه عقاب لمرحلة كاملة من نضال نقابة المعلمين مع هيئة التنسيق النقابي. بيقون بساحة العمل النقابي، ومرشحون للانتخابات الأحد القادم، ونقول لمعلمي لبنان اذهبوا الأحد وحافظوا على استقلالية نقابتكم، اذهبوا الأحد وطالبوا بالسلسلة، اذهبوا الأحد وطالبوا بالضمان الصحي بعد 64. إلى ذلك، أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل إثر استقباله محفوظ دعمه الكامل للائحة نقابة، مشددا على ضرورة أن يكون العمل النقابي مستقلا عن السلطة السياسية، داعيا جميع معلمي لبنان إلى التصويت بكثافة صونا لحقوقهم ولسلسلة الرتب والرواتب. أقرت لجنة المال والموازنة اعتمادات وزارة التربية، فيما طلبت لجنة حقوق الإنسان بناء سجون جديدة تخفيفا للاكتظاظ في الزنزانات. أقرت لجنة المال والموازنة الاعتمادات المتعلقة بوزارة التربية، وذلك خلال اجتماعها في مجلس النواب بحضور وزيري التربية والمال. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أشار إلى أن إقرار اعتمادات الوزارة ألحق بطلب عدد من الإيضاحات. تم طلب إيضاحات مثل ما انطلب من غير وزارات حول المؤسسات اللي لا تتوخى الربح واللي عم بتساهم وزارة التربية بتمويل جزء من مصاريفها وإنفاقها. انطلب توضيحات على التعويضات والمكافآت والآليات يلي عم تعتمد
لتوزيعها، انطلب تقرير مفصل حول التعاقد بموضوع اليو ان دي بي. إلى ذلك تابعت لجنة حقوق الإنسان مناقشة موضوع السجون، حيث دعا رئيس اللجنة النائب ميشيل موسى إلى استحداث سجون جديدة بهدف التخفيف من الاكتظاظ داخل الزنزانات. عدد المساجين في لبنان اليوم عندنا 6251 سجين، في 1700 في بين مغافر قوى الأمن الداخلي، وفي 250 مغافر والنظارات، وفي 250 بقصور العدل، يعني حوالي 8000 سجين. هؤلاء السجناء عم بيكونوا بأماكن غير مؤهلة، ونحن في دراسة الموازنة اليوم ما نطلب من الوزارات المعنية أنه تلحظ إمكانيات مالية لبناء سجون في لبنان. اللجنة طلبت أيضا من القضاء أن يتحصن لمواجهة التدخلات السياسية فيه والإسراع في بت الدعاوى. سفير الإبداع اللبناني إلى العالم الفنان عبد الحليم كركلا مكرما. في الذكرى 11 لغيابه منحت السيدة منى الهراوي جائزة الرئيس الراحل الياس الهراوي إلى سفير الإبداع اللبناني إلى العالم عبد الحليم كركلا، وذلك في احتفال حاشد في دارة الرئيس الهراوي في اليرزي. لأن الجائزة اليوم تستحضر الرئيس الهراوي من غيابه كي تمنح إلى من كان على حياته يراه جديرا بأرفع تكريم على اسم لبنان. حرصت على نشر رسالة عربية ثقافية في أرقى المحافل الدولية من خلال الجولات العالمية لنطوي الزمن الذي حاول أن يطوينا، ولكي نوظف تجربتنا الفنية لأجيال لبنان المستقبل. حضر الحفل الرئيس ميشيل سليمان النائب بهية الحريري ممثلة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، إضافة إلى رؤساء حكومات سابقين ووزراء ودبلوماسيين وشخصيات عسكرية وبلدية وإعلامية وفنية. الحفل اختتم بعرض مختصر لأبرز أعمال الفنان كركلا. يلي فتح هاك المدينة وما فرح بالنصر. والآن نصل إلى الفقرة الاقتصادية مع كارولين نقاش. مساء الخير، نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من المملكة العربية السعودية، حيث وقعت شركة أرامكو مع الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية وهيونداي للصناعات الثقيلة مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بمجال تصنيع المحركات والمضخات بالسعودية. هالمشروع يلي من المقرر بدء أعماله بحلول نهاية 2019 رح يتخذ مجمع الملك سلمان العالمي مقر له، وبيقوم بإنتاج المحركات والمضخات من أجل بيعهم وتقديم خدمات ما بعد البيع. ومننتقل إلى شركة سامسونج يلي عم تخطط لاستثمار 18.6 مليار دولار حتى العام 2021 بكوريا الجنوبية. هالاستثمار بيهدف لتوسيع مصانع الشركة إلى جانب خلق ما يقارب 500 ألف فرصة عمل جديدة. هالخطوة تضاف إلى سلسلة الاستثمارات يلي بتقوم فيها سامسونج بشكل دائم من أجل إبعاد المنافسين عن السوق. وننهي من مصر، حيث أفاد البنك المركزي المصري أنه احتياطي مصر من النقد الأجنبي شهد ارتفاع ل 31.305 مليار دولار بنهاية شهر حزيران بعد ما كان 31.125 مليار بأيار. يعني لاحظنا أنه من بعد الثورة سنة 2011 حتى السنة احتياطي مصر ارتفع بشكل كبير. الحكومة المصرية عم بتقوم بسلسلة خطوات لإصلاح اقتصاد البلد بتشمل فرض ضريبة للقيمة المضافة، إضافة إلى تحرير سعر الصرف وخفض واردات السلع غير الأساسية. هذه كانت أخبارنا لليوم، أنا بشوفكم بكرة. وصفحة الأحوال الجوية مع كريستال. طقس الصيف مستقر بيسيطر حاليا على أغلبية مناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. تفاصيل أكثر عن طقس لبنان منشوفها بعد جولة على الدول العربية. منبلش جولتنا مع القاهرة 37، تونس كمان 37 درجة، رباط 24،
بغداد 49، دمشق 38، القدس 30 درجة، والختام مع الكويت 47، الدوحة 43، والرياض 46 درجة. نوصل هلا على طقس لبنان. بكره الجو العام مكمل غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحراره، تتوصل اقصاها على الساحل لل 31 درجه، اما ادناها لل 20 درجه. بالنسبه للرطوبه بتسجل اقصاها 80%، اما سرعه الريح بتوصل لل 30 كيلومتر بالساعه. بالجبل تتراوح بين 17 و 26 درجه، اما بالداخل بتسجل اقصاها 36 درجه. جولتنا اللي بتاخذنا من الشمال للجنوب بتفرجينا اكثر تفاصيل الحراره ببعض المناطق اللبنانيه. بنبلش جولتنا من الشمال مع كار 30، 31 بطرابلس، 24 بالقرس، 32 درجه بالكوره، 33 بالهرمل، 30 بالقاع، 33 ببعلبك، 31 درجه بيريا، جبال 27، 25 بميروبا، 28 درجه بجونيا ببعبدا. بيروت كمان عم توصل فيها الحراره ل 28 درجه، وطقسها عم بيكون غائم جزئيا، انخفاض اضافي بدرجات الحراره تتوصل اقصاها بزحله ل 37، 36 بشتوره، 35 بعنجل، 30 درجه بمشغره، 30 بجزين، 29 برشيه، 30 بمرج عيون وببنت جبال، والختام مع بيت الدين 27 والمناطق الجنوبيه صيدا سور وكونا و 30 درجه. مثل ما ذكرنا لبكره طقس مكمل غائم جزئيا مع انخفاض اضافي بدرجات الحراره تتوصل اقصاها لبكره ل 28 درجه، اما ادناها لل 24 درجه. ارتفاع بسيط بدرجات الحراره لنهار السبت والاحد تتوصل اقصاها لل 29 درجه. عم بيكون في عنا ضباب على المرتفعات، اما بمنطقه الارز الحراره عم تتراوح بين 13 وال 24 درجه. هيدا كان كل شي لليوم، ما تنسوا شو ما كان طقسكن المفضل لاقونا عطول على المستقبل. نبقى الآن مع دي ان اي، حيث يواصل نديم قطيش القراءة في السجال الدائر حول ملف النزوح السوري إلى لبنان. وقبل ذلك تذكير بعناوين المسائية. عودة النازحين إلى سوريا ليست في يد الدولة اللبنانية. بعد جلسة مجلس الوزراء، النازحون السوريين وآليات عودتهم في سجالات نارية. والجراح يرد على السفير السوري، عودة النازحين تتحقق عبر آليات دولية، ولبنان لا يتحول إلى مخبر أمني لنظام الأسد. الأزمة الخليجية القطرية المصرية في دائرة المراوحة، والأمم المتحدة قلقة من استمرارها. بهذا نأتي إلى ختام النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء. موفقين. شو جبرتكم دوم موفقين. ما عيش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلب تيار المستقبل. مساء الخير. احتل ملف النزوح السوري إلى لبنان ومطلب بعض القوى السياسية أن تتواصل الحكومة مع نظام الأسد حول هالملف، احتل هالعنوان معظم المداولات السياسية الرسمية والإعلامية، واستخدمت بالنقاش كل أنواع الحجج اللي معقول واحد يفكر فيها واللي معقول كمان ما يفكر فيها. مبارح البعض بلبنان يمتهن رفع المتاريس السياسية حول كل قضية ولو كانت إنسانية ووطنية، فملف النازحين السوريين ملف إنساني. ملف إنساني ولو ما بتتواصلوا مع الدولة المعنية بالنازحين كرمال تحلوا الجانب الإنساني لهول الناس؟ ومع مين التواصل؟ مع نظام الأسد. مين اللي عم بطالب بالتواصل؟ حزب الله. يعني الطرفين اللي هجروا السوريين على لبنان وغير لبنان، حزب الله والنظام السوري، هن اللي عم واحد عم بطالب والتاني بدنا نتحاور معه. حزب الله اليوم محتل اجزاء كبيره من الالمون ومن القرى والمدن اللي بينتمي الى جزء كبير من هول النازحين. وبقول لك يا حبيبي
ناقش مع النظام شريكي بالتهجير، ناقش مع النظام اللي أنا مهجرهم، كيف؟ ليه؟ لأ